المسيح في حياتي أولا هو سر وجودي، وثانيا هو سر خلاصي، وثالثا سر كرامتي، ورابعا سر خلودي. وجودي لأن به نحيا ونتحرك ونوجد. ربنا هو ألف غير المحدود، به مهندس الكون، جيم مانح الحياة، ألف غير محدود، أدينا عارفين الأرقام ليس لها نهاية. الحاجة التانية، ربنا هو مهندس الكون، هو اللي خلق الحاجات الكبيرة ضخمة قوي قوي قوي، وهو أيضا الذي خلق الخلية الصغيرة الذرة كمان، ما عرفوهاش غير أخيرا. إذن ربنا هو مهندس الكون. الحاجة الأخيرة، مانح الحياة، من هو الذي أعطى الحياة الأولى للخلية الأولى؟ مفيش غير ربنا. المسيح هو سر وجودي، ألف غير محدود، به نحيا نتحرك ونوجد، به مهندس الكون الأعظم، به كان كل شيء، وأخيرا هو مانح الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. سر وجودي وسر خلاصي، الله سر وجودي الجسدي وسر خلاصي الروحي. ليه؟ لأنه تجسد لأجلي، مات لأجلي، قام لأجلي، صعد لأجلي، أرسل الروح القدس لأجلي، أسس الكنيسة الحلوة لأجلي، أعطاني الأسرار المقدسة لأجل خلاصي، وفي الأيام الأخير هيجي وياخدني بعد ما يغيرني إلى جسد روحاني نوراني، وياخدني إلى السماء لأحيا معه إلى الأب. مين كان يقدر يخلصني من موت الخطية غيره؟ مين كان يقدر يخلصني من فساد الطبيعة الجوانية بتاعتنا غيره؟ مين يقدر يحولني الجسد نوراني غيره؟ مين يقدر ياخدني الملكوت غيره؟ ذلك في المسيح هو سر وجودي وسر خلاصي. الحاجة التالتة هو سر كرامتي. انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله. كرامة كبيرة جدا احنا أولاد الله، مش عبيد. المسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، فإحنا أولاد الله، وعشان كده بقى عندنا كرامة معينة، إننا مخلوقين على صورة الله ومثاله، وبالخلاص نعود إلى الصورة دي ويبقى لنا كرامة وحرية مجد أولاد الله. آخر حاجة، المسيح خلودي، الإنسان اللي ياخد الوجود من ربنا والخلاص من ربنا والبنوية لله من ربنا يبقى وارث للملكوت. وهنا يكون المسيح هو سر خلودي وحياة الأبدية، زي ما قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسل. معناها الله المتجسد الفاني تجسد وفداني وخلصني، هو ده اللي وصلني إلى الملكوت.